هذا المتوسطه وين رفعنا الغبن على التلاميذ تاع الابتدائي لانهم كانوا يقروا مع المتوسط في مؤسسه واحده. دروك كاين هنا المتوسطه، كاين ابتدائيتين، وكذلك السكان المنطقه اللي كانوا يدرسوا اولادهم وخاصه بناتهم في برج الحواس ثاني هما استرجعناهم، وبالتالي فتحنا جناح للمتوسطه وجناح للثانويه باش ما يقعدوش في الداخليه وباش ما توقع لناش التسربات المدرسيه هذه اللي توقع خاصه للبنات.